السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد معانا بعض المنتجات اليابانية، أهي هنشوفها مع بعض. ده كاسة ناشونال اللي هو 5230، ومعانا راديو أول مرة جبنا سوني، ده AM و SW، ومعانا موديل السبيكة أهو، ومعانا كمان الجهاز الموديل تاني اللي هو 5230 أهو، ومعانا الناشونال ابو اسطوانه اللي هو راديو اسطوانه، ومعانا ده موديل النمس راديو اف ام واي ام، ومعانا اللي هو اللي هو 6060 اللي هو الار سي شرطه سي دبليو 55 اللي هو البابين، ومعانا الشارب اللي هو الموديل 9191، ومعانا راديو تيلي مصر اللي هو الان اي سي. معانا ده حاجة أول مرة جينا، ده كاسة سوني وراديو اف ام واي ام. وآخر حاجة معانا في الفيديو ده أبو جراب بني اللي هو أبو مينا خضرة وحجرين طرش اللي هو الاي ام بس، ونشوفهم واحدة واحدة مع بعض. اللي معانا ده كاسة ناشونال بنسميه اللي هو ال 18، الموديل بتاعه ار اكس شرطة 5230 اف، ار اكس شرطة 5230 اف. الجهاز ده الراديو بتاعه اف ام واي ام واس دبليو، مفاتيح وجرارات اهي، ده الفوليوم اللي هو اول اتنين اللي جنبهم دول بتوع التون والبيز. الموديل بتاعه زي ما قلنا ار اكس شرطه 5230 اف، الجهاز ده صنع في اليابان. This cassette is national radio multi band FM and AM and SW and tape model RX 5230F made in Japan. تاني حاجة معانا في الفيديو الجهاز ده أول مرة يجينا، ده راديو سوني راديو فقط لا غير، بيشتغل AM و SW 1 و 2 و 3. ده مفتاح للفوليوم، ده مفتاح للتيونينج اللي هو الراديو، دي الموجات بتاعت الراديو اللي هو الـ AM والـ SW 1 و 2 و 3، ده التريبل وده البيز. الجهاز أهو مصنوع من الخشب أهو. الجهاز ده اللي هنقول لحضراتكم الموديل بتاعه من ورا، الجهاز ده ياباني، عرضه 60 سنتي في ارتفاع 30، مزود بأربع أرجل أهم. هنوري لحضراتكم الظهر بتاع الجهاز. الجهاز اهو الموديل بتاع الجهاز دوت، الموديل بتاعه تي ار شرطه 827، تي ار شرطه 827، صنع في اليابان. الجهاز اهو تي ار شرطه 827 من اطار الخشب. الجهاز اهو من الداخل بحالته الجديد. الجهاز ده ترانزستور. ذيس راديو از سوني ميد ان جابان، راديو اي ام، راديو اي ام و اس دبليو، الموديل بتاع موديل تي ار داش 827، راديو سوني موديل تي ار داش 827 ميد ان جابان، راديو اي ام اند اس دبليو. ده مصنوع من الخشب اهو، طار من الخشب البني، لون بني. معانا بعد كده موديل، ده موديل السبيكا اللي هو الموديل بتاعه ار كيو شرطه 565 دي، ده راديو اي ام واس دبليو، موديل السبيكا اهو. الجهاز بحالته الجديد اهو. This radio is national Panasonic. This cassette is national Panasonic model ار كيو داش 565F راديو اي ام اند اس دبليو ميد ان جابان. معانا بعد كده ده كاسيت ناشونال باناسونيك اللي هو مزود باربعة اكولايزر، ده راديو بتاعه اف ام واي ام واس دبليو، الموديل بتاعه اهو ار اكس شرطة 5050 اف، ار اكس شرطة 5050 اف، صنع في اليابان اهو. This cassette is national Panasonic radio AM and FM and SW and tape model RX داش 5050F RX داش 5050F made in Japan.
معانا بعد كده ده راديو ناشونال، راديو واسطوانه، راديو اي ام اس دبليو واسطوانه. في باب قدام اهو بتاع الاسطوانه اهو، ده اسطوانه من الداخل تفتح كده للاخر اهو، ده الدراع بتاع الاسطوانه اهو. ده راديو اي ام و اس دبليو. الموديل بتاع الجهاز دوت اهو، الموديل بتاعه اس جي شرطه 660 دي، اس جي شرطه 660 دي، طبعا صنع في اليابان. This radio is national Panasonic phone and radio AM and SW model SG-660D SG-660D made in Japan. Radio AM and SW and the phono. معانا بعد كده ده كاسيت ناشونال بنسميه النمس، ده كاسيت ناشونال مفتيحه جرارات اهي. الموديل بتاع الجهاز دوت ده بنسميه النمس، الموديل بتاعه اهو 450 اف دي، 450 اف دي. This cassette is national Panasonic radio FM and AM and SW and tape model RS-4150 اف دي، RS-4150 اف دي ميد ان جابان، راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو ان تي. معانا بعد كده ده الكاسيت الناشونال اللي هو بسماعات اي اف دي، اللي هو الار اكس شرطه سي دبليو 55. الجهاز ده عرضناه كذا مره، الجهاز ده من انقى الاصوات اللي بسمعها بصراحه في الراديو والشريط كاسيت، مزود بخمسه ايكولايزر اهوت، ومعاه ساعه ديجيتال وبيشتغل برضو زي ساب. ده طبعا ده بين قلاب. This cassette is national two tapes audio reverse and radio FM and AM and SW and two tapes audio reverse made in Japan model RX-CW55F RX-CW55F made in Japan. معانا بعد كده جهاز شارب، الموديل بتاعه جي اف شرطه 91 اف. الجهاز ده راديو اف ام واي ام واس دبليو، صنع في اليابان. مفاتيح بتاع بتاعته جرارات اهي. طبعا كل الاجهزه دي تقع تحت بند اللي هي المستعمل، طبعا كل دي حاجات تمرينات قديمه بس حسب الاستعمال بقى. This cassette is sharp radio multi band FM and AM and SW model GF dash 9191F GF dash 9191F radio multi band FM and AM and SW and tape made in Japan. معانا بعد كده ده راديو NEC لمصر اهو. الراديو دوت AM بيشتغل بيه الكهرباء والحجارة، طبعا ده من اول من اوائل الراديو اللي هي انتجت الترانزستور بعد اللمبات. طبعا ده راديو موديلات قديمه، في منه الاحمر والابيض وفي منه الوان يعني، واللبني والاخضر. ده ان اي سي تي لمصر اهو، بيشتغل بيه الكهرباء وبيه الحجاره. اللي معانا ده لونه احمر اهو. معانا بعد كده ده غالبا اول مره يجينا، ده كاسيت سوني راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو، راديو متعدد الموجات اف ام و ام و اس دبليو اهو. ده سوني برضو، المفاتيح بتاعته جرارات. الموديل بتاع الجهاز دوت جي اف سي اف شرطه 530 اس، سي اف شرطه 530 اس، طبعا صنع في اليابان. ذيس كاسيت از سوني راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب موديل سي اف داش 5030 اس، سي اف داش 530 اف ميد ان جابان. The brand is Sony. آخر حاجة معانا في الفيديو ده راديو، راديو بيشتغل بحجرين طرش، ده أبو مينا خضرة. الراديو ده صنع في تايوان أهو. الجهاز ده ما اتحطش فيه حجارة، جهاز بحالة الجديد أهو. الموديل بتاعه R شرطة 217 R، R شرطة 217 R، الجهاز بحالة الجديد أهو أهو. هو بالصدفة طبعا كده وقع
معانا الجهاز اهو، جهاز زيرو اهو، جهاز زيرو ما فيهوش ولا الهوا، الجهاز اهو. طبعا ده بيشتغل بحجرين تورش. This radio is national made in Taiwan. الجهاز اهو بيشتغل بحجرين تورش زي ما قلنا. ودي كانت اخر حاجة معانا في الفيديو، وان شاء الله الفيديو ده اعجب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.